ورجعنا بعد الفاصل ومعايا فقرة قوية جدا، لأن ضيفتي النهاردة حصلت على ألقاب كتيرة جدا، حصلت على مصممة جلود ومدربة والمتحدث الإعلامي مبادرة الست المصرية، هي ولاء جمعة. برحب بيكي يا ولاء. أهلا بيكي حبيبتي الشيخ. عايزة أعرف أنت حصلتي على الألقاب دي كلها إزاي؟ يعني بصي، كله جه من الشغل. يعني أول حاجة حصلت إنه أنا اشتركت في مبادرة الست المصرية، ودي كان ليها الفضل الأول والأخير عليا طبعا. خدت الكورسات، اتعلمت، خدت كورس واثنين وثلاثة لحد ما وصلت ان انا اتخرجت من المبادرة بلقب متدربة طبعا. وبعدين اجتهدت واشتغلت على نفسي وخدت كورسات تاني وبقيت مدربة. وبعد ما بقيت مدربة، يعني نستنى كده نقول ان الفضل يرجع لمبادرة الست المصرية، رئيسة المبادرة الست رحيمة المصرية رحيمة الشريف. طبعا انا كمان بتوجه بالشكر لرحيمة الشريف رئيس المبادرة، لانها فعلا طلعت من تحت ايديها نقول فنانين كتيرة في الهاند ميد. عايزة اقول لك احنا في 3 سنين تقريبا او 4 سنين احنا مخرجين اكتر من 12,000 ست. حلو جدا. في محافظات مصر كلها، في تمام. الشرقية، في المنصورة، في بورسعيد، دلوقتي احنا في دمنهور، لسه راجعين من بورسعيد، كان عندنا كمان مؤتمر صحفي هنا في فندق الماسة قبل ما نسافر. عايزة أقولك إن احنا بنعمل شغل جامد جدا. دلوقتي كمان المبادرة بتعمل على إعداد مدربات يطلعوا يدربوا في كل المجالات. عندنا جلود، عندنا خياطة، ديكوباج، ترات وجاتوهات، كورس صابون، عندنا شاملة كل حاجة، فنانين مختلفين. طيب اسال دلوقتي يا ولاء، انتوا مسمينها مبادره الست المصريه، اذا لو جالكم راجل وقال لكم انا عايزه اتعلم جلود هتقولوا له لا؟ هنقول له لا، ما بندربش رجاله. لا بجد، يعني ايه للستات بس؟ بصي، هي كمان فكره انها مبادره الست المصريه انه الست بتنزل وتقضي 3/4 وقتها بين المواصلات وبين ان المدير بتاعها الشغل عاجبه او الشغل مش عاجبه، فانا ليه اعمل كده؟ طب ما انا استغل الوقت ده في ان انا قاعده في وسط بيتي وعيالي بشتغل، واولادي كمان بيساعدوني في الشغل اللي انا بعمله، لان الشغل ده بيبهت على فكره، بيطبع غصب عن الطفل او البنت او الولد اللي قاعدين، هتلاقيهم بيناولوكي حاجه بتعمليها، قاعدين بيشوفوكي وعينيهم متجهه للي انت بتعمليه، فغصب عنهم بيلقطوا. ففكره الست المصريه انها تشتغل، انا على فكره بوفر مواصلات، انا بوفر الزحمه كمان اللي في اكيد طبعا. طبعا هي قاعده بتشتغل من بيتها في وسط الولاد، ودي حاجه هايله. طيب حتى لو مش بتدخل دخل يا شيري على فكره، يعني انا واحده من الناس كنت بنزل اشتري شنط براندات بمبلغ وقدره، دلوقتي انا اي موديل بشوفه انا بصممه واعمله بنفسي. طب جات لك الفكره بقى منين؟ وايه اللي خلاكي تخشي بالذات مجال الجلود؟ بصي، هو في الاول كان تهريج وتضييع وقت، بس لما دخلت المبادره لقيت ان مفيش حاجه اسمها انا داخله اضيع وقت واقعد في وسط الستات شويه، مفيش الكلام ده. احنا عندنا التزام، عندنا مده الكورس شهر، 6 حصص في الشهر، حصتين في الاسبوع، مده الحصه 3 ساعات او 4 ساعات او 5 ساعات، ما بنلتزمش بوقت. المهم في اخر ال6 حصص دول لازم يكون عندك مشروع تخرج خاص بيكي. 6 حتت بقى، 7 حتت، 8 حتت، المهم ان انت لازم تطلعي انتاج ولازم تعملي شغل. مفيش حاجه اسمها داخله تسلى، انت مش داخله تتسلي، سيبي مكان لغيرك. صح، لازم تطلعي بانتاج من اول حصه. ولا انتوا بتلفوا كل المحافظات، انا عرفت ان انت كنت لسه جايه تقريبا من بورسعيد. انا لسه جايه من بورسعيد، كان عندنا حفله تخرج ديكوباج، وان شاء الله يوم الثلاث مسافره دمنهور، ومسافرين المنصورة بعد ما نرجع من دمنهور. حلو جدا ان انتوا بتلفوا فعلا المحافظات كلها. طيب بنلاقي كل الدعم على فكرة من 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 الايه؟ من المحافظين. المحافظين. اوكي. طيب ولاء، عايزين نعرف انت دخلتي المجال ده بقالك كام سنة؟ انا بقالي 4 سنين. 4 سنين. دي السنة الرابعة ليا. ووصلتي مدربة. تمام. طيب نقدر نقول دلوقتي ايه الفرق بين ولاء المدربة ولاء مصممة الجلود؟ اكيد في فرق. بصي، هما الاثنين مرتبطين بان انت عاشقه للجلود. تمام. يعني انت دلوقتي كل طاقتك السلبيه بتطلعيها في الجلد. حبي الموضوع قوي، فكري فيه، اقعدي فكري في الديزاين اللي انت هتعمليه، اتفرجي على مواقع اجنبيه مش عيب، اتفرجي على الموديلات الموجوده في المحلات برضو مش عيب، هتلاقي نفسك بتدمجي بين الموديل اللي انت هتعمليه وبين الموديل اللي اتفرجتي عليه، وفي النص بتحطي الحته بتاعتك روحك. طيب اول حاجه بتقوليها لمدربه عندك واحده جايه خلاص تتعلم جلود، اول حاجه بتقوليها لها ايه؟ احبي الموضوع عشان تعرفي تشتغلي، وما تقوليش انه صعب، لانك بتمسكي قطر وبتمسكي شوكه وبتمسكي شاكوش،
مفيش حاجه صعبه. انا بنتي عندها 12 سنه اتفاجئت ان هي عامله شنطه من غير ما اعلمها، هي بتقعد بس تتفرج عليا. يعني نقدر نقول انها طالعه زي مامتها، بدات عندها الموهبه من وهي صغيره. هي حبت لما لقيتني بحب قوي وشافت الستات والمكالمات اللي بتجيني. انا تقريبا قعدت 3/4 وقتي على الفيس بعد ما كنت بقعد اتصفح وانزل بوستات هزار وهزر. لا انا دلوقتي بدخل ارد على واحده بتسالني اعمل ايه في القطعه الفلانيه، انفذها ازاي، اخلصها ازاي. فدي حاجه مفيده، انا اعتقد ان انا بعمل حاجه مفيده. طيب ايه اكتر حاجه واجهتك وانت بتصممي دلوقتي الجلود؟ بصي اكتر حاجه دلوقتي اقصى عقبه بتواجهنا اكسسوار. الاكسسوار احنا بنجيب اكسسوار سيء جدا ورديء للغايه. برغم ان الجلد لازم تحطي فيه قطعه محترمه لان عمره طويل. كل القطع اللي بتجيلنا قطع معموله يعني دون اهتمام ودون عنايه ودون اي حاجه، حتى السوسته اللي بتركبيها. احنا عندنا استعداد ندفع ثمن كل ده، مش عايزين حاجه مجانا، بالعكس احنا عايزين ندفع بس نلاقي حاجه موجوده ومتوفره. انا عشان انزل اجيب قطعه اكسسوار لازم انزل اسكندريه مثلا، لازم القطعه تجيلي مع حد جاي من بره، لو عايزه قفل مميز ابعت اجيبه من بره. ليه اصلا الجلد بتاعنا ده بيتصدر بره واحنا ونرجع يعني نستورده تاني؟ احنا عندنا صناع جلود مش قادره اقول لك جمالهم في الحرفه قد ايه واتقانهم للموضوع. احنا عندنا ناس طاقات مهدره لازم نستغلها. ولا نرجع لورا شويه كده ونقول اول قطعه عملتيها كانت ايه وكانت حلوه ولا لا؟ اول قطعه عملتها دي ما اتبعتش، انا ما بعتهاش خالص برغم انها طلبت كتير. انا نفذت نفس الموديل تاني. يعني معنى كده طلعت كويسه جدا. طلعت حلوه جدا لانه انا بقول لك انا كنت ست بيت والموضوع خد معايا شكل تاني خالص، خد شكل ان انا بقيت حابه الموضوع. انا اتحولت من ست ناس بتخدمني لانه انا عايزه اخدم نفسي، عايزه اعمل، عايزه اشوف شغل ايدي قدامي، اللي هو الموضوع كله اتغير. كانت عباره عن ايه؟ شنطه؟ كانت شنطه وبورتوفيه حريمي كان عليهم دريم كاتشر. طيب ولا حابه بقى نتكلم على الشنطه الجميله اللي عندك دي؟ بصي الشنطه دي افريكان شويه، هم بيحبوا الحاجات اللي كده الشراشيب دي. ده جلد بقري، هو الدباغه بتاعته بيبقى بشعر زي ما انت شايفاه كده. فانا ما عملتش فيه حاجه غير ان انا قصيته وخرمته وعملت الشراشيب دي وطلع بالشكل الجميل. بتجيبي بقى افكارك منين الجميله دي؟ بصي بتفرج زي ما قلت لك على المحلات كتير قوي، بتفرج على الموديلات الجديده، بحاول اعمل ماتشنج بقى بين اللي انا شفته وبين اللي انا حاساه. الجلد بيطلع طاقات سلبيه كتير جدا جوه وتتحول من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه. طب يعني معنى كده نقول لكل الستات اللي عندها طاقه سلبيه تتجه انها تبقى مصممه جلود؟ بصي مش لازم جلود، مش هتحيز لان اي حاجه هاند ميد. كل الستات فيهم حتت حلوه قوي جواهم لازم يدوروا عليها ويطلعوها. حتى الست اللي قاعده في البيت واقفه في المطبخ عندها حاجات حلوه قوي بتعملها. بتاخد منك وقت قد ايه القطعه زي كده؟ في الاول كانت ممكن تاخد 7 ايام 10 ايام، دلوقتي اقصى مجهود ممكن يتعمل في القطعه 2 3 ايام. تمام، كلميني على الشنطه الثانيه. دي برضو من الموديل من الكوليكشن بتاع الشتاء. هي شتوي شويه، برضو موديل بشعر ونفس الجلد البقري. الالوان بتختلف يا ولاء؟ يعني ديت ابيض واسود، هو ابيض واسود بس ويبقى لون بني؟ بصي ما تتحكميش في الالوان، يعني ما تحكميش نفسك في لون معين. كل الالوان بتتعمل، بس بما ان الشتاء الوانه هاديه شويه بتحب الالوان البنيات والكافيهات والحاجات دي، فانا الكوليكشن الشتوي ده طالع بالشكل اللي انت شايفاه. طب الشنطه الجميله دي دي تايجر. عايزة اقول لك دي الاكثر مبيعا بالنسبة لي. جميلة، دي قطعة مميزة جدا. دي اتعملت مخصوص عشان رحيمة، الحيوان ده جاي من بره بالمناسبة. استيراد. استيراد. ودي اكثر مبيعا بالنسبة لي وشها حلو علي. طب خدت منك وقت قد ايه؟ انا شايفة ان فيها شغل كتير جدا. بصي هي التطفير ده بياخد يوم. يعني زي ما انتي شايفة كده شغل التطفير اللي على الحرف ده يوم كامل. يوم. والتخريم يوم. والتقفيل بتاعها يوم برضو، ده تطفير. او الكاميرا جيبه. لا الكاميرا جايبه معانا. طيب انا شايفه اصعب حاجه بتواجهك عامه كمصممه جلود تقفيل الشغل. انا شايفه ان انت فعلا مقفله الحاجه كويس جدا. بصي عشان دايما يقولوا الـ الـ الشغل المصري الفينش بتاعه والجوده بتاعته مش عاليه. لا احنا عندنا صناع الهاند ميد
مش بالاخص الجلود، لا صناع الهاند ميد بيحترموا جدا مهنتهم، بيحترموا فنهم. حتى المتلقي للفن ده اللي بياخد قطعه هاند ميد بيبقى عارف كويس قوي يتعامل معاها ازاي. ببقى حابه الموضوع وعارفه انه ده جزء من تعبك وسهرك، وانا عايزه اقول لك انه ايديكي شغاله وعينيكي ومخك، التفكير من اول ما بتفكري في القطعه ان انت تطلعيها ازاي ده بياخد من وقتك ومجهودك. فاللي بتتلقى منك القطعه دي هي عارفه كويس قوي هي شايله ايه. طب ولا انا بشوف في مشكله، يعني انا كده بلاحظ معاكم على النت بلاحظ ان في مشكله عندكم تقليد، يعني في ناس كتيره قوي بتقلد الموديلات، بتتعاملوا ازاي؟ الهاند ميد بالذات حتى لو بطرون واحد وعملتي منه 10 قطع، ال10 قطع لازم يطلعوا مختلفين اكيد، رغم ان اللي بتعملهم واحده، اللي بتقصهم واحده، واللي بتقفلهم واحده. تمام، مفيش حاجه، اصل ده مش مكن، ده هاند ميد. احنا لما بنشوف شغل بعض دلوقتي ده بتاع ولاء، ده بتاع منى، ده بتاع رحيمه، كل واحده فينا عارفه شغل صاحبتها روحها فيه. انا قصدي ان في ناس ممكن تقلد شغل ولاء، تمام، مش هيطلع نفس الفينش بتاع ولاء، ما بزعلش خالص، بيقلدوا الديزاين، بيقلدوا وما بيطلعش زي بتاع ولاء. بتتعاملوا معاهم ازاي؟ بالعكس، يلا جو. يعني يا ريت نكون سبب في ان حد يعمل حاجه، دي حاجه حلوه جدا. لكن انا شخصيا ما بزعلش. لا انت ما بتزعليش من مثلا يبقى في تضارب في الاسعار؟ بصي هقول لك على حاجه، تضارب في الاسعار ده موجود، وكل واحد خصوصا في الهاند ميد بيقيم شغله على حسب مجهوده وعلى حسب الفينش بتاعه وعلى حسب كل حاجة هو عملها فيه. دايما بقول للمتدربة بتاعتي في حس في عندنا حصة تسويق وتسعير، ازاي اسعر القطعة بتاعتي دي، بقول لها دايما العميلة بتاعتك مش مسؤولة عن ان انت بطيئة في الشغل، اخرك تحطي يومين شغل على القطعة اللي انت عملتيها. اقل صنايعي بتجيبيه في البيت عندك بياخد 100 جنيه لو هيركب لك حنفية، تعاملي على ان انت كده صنايعي، ما تحطيش اكتر من كده على القطعه بتاعتك عشان يبقى عندك عملاء كتير، يبقى عندك تسويق لنفسك كتير، الناس تعرفك. مجرد ما انت اتعاملتي معايا وخدتي مني قطعه وبقى عندك ثقه فيا هيعرفوا الشغل ولاء. بالظبط. طب ما جربتوش تعملوا على الفيسبوك صفحه كده نخليها مثلا البلاك ليست، ونحط مثلا سي شيري قلدت ولاء، تحط شغلها ونقول ان شيري بتقلد ولاء في البلاك ليست. بصي خلينا متفقين على حاجه، حتى البراندات اللوي فيتون البراندات العالميه المشهوره كلهم بيقلدوا بعض، بس كل حاجه انت بتشوفيها عارفه ان دي ماركه فلان ودي الماركه، بتقدروا تميزوا. طبعا طبعا. شغلك بيتكلم عنك، روحك فيه. طب نتكلم عن ولاء المدربه شويه، ايه احساسك وانت واقفه كده بتدربي البنات وبتشوفي نتيجتهم قصادك؟ بصي احساس التدريب ده احساس ممتع يعني يستحيل تتخيليه مهما احكي لك عنه. لما بيروحوا البيت والاقيهم باعتين لي على الواتساب احنا قد ايه فرحانين انه احنا بقينا بنعمل حاجه او ان احنا هنعمل حاجه، واللي تبقى خايفه ومتخوفه انها تدخل تتعلم وما تعملش، وبعد ما تعمل اول قطعه تقول لك ايه ده بجد انا اللي عملتها، حتى لو فيها ديفوهات. يعني ما هو هي مش جايه متعلمه تعمل، او هي ما عندهاش فكره انها هتعمل، اول قطعه بتطلعها بتقول لي ربنا يبارك لك، ربنا يخليكي. عارفه يعني ايه تفتحي باب رزق لحد او تبقي سبب في داخل بيت حد؟ ايه الدافع اللي انت بتقوله لهم وهم بيتعلموا علشان يتقنوا فعلا التعليم؟ ما تقلديش حد، خلي القطعه بتاعتك تتكلم عنك حتى لو وحشه. مع الوقت ومع تمرين ايدك ومع شغلك ومع ان انت تتعبي وتعملي مجهود في القطعه بتاعتك، مع الوقت هتحلو. طيب بيبقى في حافز في الفاينل بقى ان انت تقولي لها مثلا اللي هيعمل احسن قطعه ليه عندي حاجه مثلا محدده؟ بصي احنا طول الكورس بنعمل كده، بنعمل مفاجآت وبنعمل حاجات مختلفه، يعني انا اميزك ازاي واشجعك اخليكي تيجي الحصه الجايه عامله شغلك. انا هديكي باترون مخصوص ليكي ده بتاعك انت. تمام. او انا هجيب لك قطعه اكسسوار مختلفه عن بقيه اللي موجودين تشتغلي بيها تبقى دي ميزتك. كمان بنعمل حاجه حلوه قوي في اخر الكورس اسمها حفله التخرج، كل الشغل بيتصور تصوير بروفيشنال، دي بتبقى هديه من المبادره للمتدربه. صفحه تسويقيه ليها هي، بنعمل لها الصفحه بتاعتها بتنزل عليها شغلها، ده كله تشجيع ليهم. طيب ولا كنت عايز اسالك فتره الكورس قد ايه؟ شهر. شهر تكوني اتعلمت وتقدر تخرج من ايديها حاجات كويسه. شهر مرتين في الاسبوع، يعني كل اسبوع حصتين ساعة
6 حصص في الشهر. طيب بتتابعي معاها بعد ما بتتخرج؟ يعني خلاص انا دلوقتي خلاص اتعلمت، طبعا بتتابعي معاها. عايزه اقول لك هاشتاج احنا عاملينه المبادره حياه، احنا مش بس بنتابع بعض في الشغل، احنا بنتابع بعض على المستوى الشخصي كمان. اللي عندها مناسبه بنبقى موجودين معاها، اللي عندها حاجه مش لطيفه بنبقى موجودين معاها وبندعمها، لو عندها سؤال في الشغل لازم نرد عليه. احنا عاملين كمان جروب لينا خاص بالشغل بتاعنا، لو انا مش ما ردتش انا المدربه، في اكتر من 3-4 مدربات موجودين على الجروب بيردوا، بتتواصلوا معايا جدا، كلنا بنتواصل. حتى لو المدربات ما ردوش، المتدربين بيبقى عندهم خبره، لما تسال ودي ترد ودي ترد ودي ترد بتلاقي انت اكتسبتي خبره من اللي موجودين. طيب ملكه الجلود كلمينا بقى على انا شايفه انت كمان عامله، قولي لي يعني دي عباره عن ايه؟ ده حصري لبرنامج ما انا شايفاها جديده وانا بصراحه مش عارفه دي ايه. دي دومنا. دومنا؟ دي دومنا. دومنا افتحيها. دومنا لعب؟ دومنا عشان رأس السنه، افتحيها. طيب دي يعني جات لك فكرتها منين؟ بصي طول ما انت قاعده بتحاولي تفكري، يعني انا مثلا بعمل شنطه للعميله بتاعتي، شايفه؟ لا واو. افتحي السوسته كمان هتلاقي الحاجات بتاعتك. لا بجد فكره جميله، يعني احنا ممكن نطلع قطعتين بس عشان بقى مفيش حفلات وراس السنه مفيش، عشان يقعدوا يتسلوا في الشقه. بالظبط. لا جات لك الفكره منين؟ يعني نتيجه القعده في الشقه؟ بصي لازم طول ما انت قاعده تشغلي مخك وتشغلي عينيكي وتدمجي الاثنين مع بعض، تمام، وفي الاخر تشغلي ايديكي. طيب كلمينا على المحافظ برضو، الجلد اللي انت عاملاها ديت، انا شايفه ان انت عامله تشكيله حلوه جدا من الجلود. بصي لما بتجيلي عميله عايزه شنطه، ما هي واخده الفلوس من جوزها، ادخل بقى اقول له انا جبت الشنطه اهو. ما جبتلكش حاجه؟ فلازم نعمل للعميله شنطه ونهتم بالراجل كمان، نعمل له محفظه وحزام. عامله له كمان حزام وعامله له ميداليه كمان. طب اوكي، يعني ده احنا كده مدلع الرجاله. عشان تاخد الطقم كله مع بعض. المحفظه بتاخد منك وقت قد ايه؟ لا وكمان انا شايفه حاجه، انت كاتبه عليها كمان الاسم. الاسم وعلى الميداليه كمان لازم الاسم عشان يبقى الطقم كامل. يعني انت بتكتبي ممكن اخلي الاسم اللي انا عايزاه واكتبه بالمحفظه، الاسم بالميداليه بتاعته. طيب حلو جدا. بالحزام بتاخد منك وقت قد ايه ولا ايه؟ بتاخد مني 3-4 ايام. 3-4 ايام هو اللي بياخد وقت قوي الفينش، لازم تهتمي جدا بالفينش. هو ده بقى اللي بيميز شغلي من شغلك. انه انا شغلي الفينش بتاعه عالي، انا لا ما باخدش بالي شويه من الفينش بتعب. لا انا لازم اهتم بيه عشان اعمل مبيعات عاليه. تمام. فده اللي بيميز شغل عن شغل. طيب الشنطه دي، دي دي برضو تقنيه زي تقنيه التطهير. لونها كمان انا شايفه لونها، يعني انت مش شايفه لونها يا شيرين؟ انا يعني عايزه اقول لك بصي لون الجلد جميل جدا. طيب حطيها للكاميرا كده عشان نشوفها مع بعض، كلميني بقى عنها يا ولاء. دي تقنيه زي تقنيه التدكيك، اسمها تدكيك. انت بتدككي الجلد، الشرايط بتاعه الجلد في قلب الشنطه نفسها، بتعملي بقى اي شكل يجي على بالك، لان الموضوع سهل يا جماعه، مش صعب والله خالص. بس ان انت ولاء انا عايزه اعرف انت بتمشي عشوائي ولا بتمشي ازاي؟ هل في باترون او حاجه ولا بتمشي ازاي؟ والمسطره والقطر والشوكه. يعني في ادوات بتساعدك ان انت تعملي المسافه دي. لازم مسافتك تبقى مظبوطه، لو مشيتي 5 مللي يبقى هم ال 5 مللي، لو مشيتي سنتي يبقى هو السنتي. طب لو حد مشي بدل السنتي 2 سنتي وطلع في اختلاف، لازم كله يمشي يعني. ممكن تتفك تاني ولا كله بيتفك؟ انت ممكن تغيري موديل الشنطه اصلا بعد ما تزهقي منها، هتفكيها وتعملي موديل منها تاني. طيب عايز اسال على حاجه تانية ولا، هي ازاي دلوقتي حافظ على لون الجلد؟ لون الجلد؟ لون الجلد. طيب. يعني في كتير ممكن يقول لك الجلد مثلا لونه بهت شويه. تمام. او قشر منك شويه، يعني ازاي احافظ على الجلد؟ هو انت عشان تتلاشي الموضوع ده من الاول لازم تحافظي على القطعه اللي انت خدتيها. ازاي انت بتحافظي على جلدك ازاي؟ بنحط له ايه؟ يعني زي البشره اتعامل معاه. هو بشر، هو جلد. ايه بقى اللي انتوا بتحطوه لل بحط له كريم اسمه ار ار، او بحط، ما عنديش الكريم ده لانه انا ما بشتغلش في الجلود مثلا. ده بالنسبه للعميله. بجيب الفازلين، عارفه الفازلين بتاعنا العادي ده، واستعمله وادهن القطعه بتاعتي قبل ما انزل وقبل ما اشيلها في الدولاب. يعني برضو ليها حاجات عشان نحافظ عليها. طبعا ده بيعمل عازل بين طبقات الجو،
والملمس بقى بتاع ايديكي، الميه، العرق، الحاجات دي كلها. طيب الشنطه دي، الشنطه دي اخدها انا بقى. كلميني ولا نفس فكره الكوليكشن بتاع الشتاء اللي هو الجلد ابو شعر والجلد العادي، بس انا عملت ماتشنج بقى بين الجلد العادي والجلد ابو شعر. تمام. هو ده كوليكشن الشتاء بتاعي. انا حبيت دلوقتي بحب اشيل اللاب بتاعي او الفون او الدوسيه بتاعي بتاع التحضير، او دي تنفع بقى للمذيع. تنفع لطلبه الجامعه، تنفع حاجات كتير. طيب ولاء، قبل ما اختم معاكي الفقره النهارده، لان بصراحه وقتنا بيجري بسرعه معاكي، كلمه تقوليها لرحيمه الشريف؟ اقول لها ربنا يخليكي لينا ويخليكي لستات كتيره قوي 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 كانوا محتاجين لك. انت سبب في اللي انا فيه، وسبب في انه كل الستات اللي كانوا قاعدين في البيت وذوي الدخل خالص يبقى عندهم شغلهم ويبقى عندهم الدخل الخاص بيهم ويقوا يعرفوا ياخدوا حقهم. انت السبب في كل الحاجات الحلوه اللي بتحصل لنا في حياتنا. طيب نقول كلمه كمان لبنوتك اللي بتتعلم زيك الهاند ميد، وخاصه في الجلود جويريه. تقولي لها ايه؟ اقول لها يا جويريه انت قبل ما تقولي الكلمه، هي في سنه كام عشان برضو الناس تعرف؟ جويريه في جريد 5 وشاطره جدا، صغنونه يعني، صغيره وشاطره، بتقعد تلقط، انا ما بعلمهاش. عايزه اقول لك انه هي ساعات تقول لي يا مامي طب نامي وانا هكملها، وتكملها بدالي. ربنا يخليها ليا. وطبعا بشكر زوجي جدا، وعايزه اوجه كلمه للرجاله من فضلكم. اتفضلي. من فضلكم سيبوا الستات تشتغل. الست لما بتشتغل ويبقى لها كارير خاص بيها، نفسيتها بتتغير وطريقتها في الحياه بتتغير. أكيد حتى طبعاً. طريقتها جوه البيت بتتغير. اكيد طبعا. بشكرك يا ولاء بجد، كانت فقره جميله جدا، وحاجتك كمان تحفه تحفه. ميرسي يا حبيبتي. بشكرك. ميرسي. وبكده خلصت حلقتنا النهارده من برنامج هاند ميد وبس. استنوني الاسبوع القادم ان شاء الله. باي باي.